يا هلا والله علي من قناة متسابق المقاهي. اليوم ما في دبابات، دامي وصلت هنا والله اصور، والله انكم بتشوفون الفيلم. احنا اليوم في المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور والمعرض الصقور والصيد الدولي المقام في ملهم في منطقة الرياض. نجيكم شيء جديد شاطح وبعيد عن مجال القناة وبعيد عن الدبابات. هنا في اول سكشن قبل الدخول مزاد الصقور، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية. ما شاء الله ما شاء الله. والله كأنها حقيقية، ما أعرف هي محاكاة ولا محنطة. والله العظيم كأنها حقيقية. تخيل يتحرك فجأة. هنا في هذا السكشن كشكات البيع، أشياء شعبية تخص بالصيد وشغلات تبع السقارين وسيوف سكاكين. على مساحة الشبيك 120 كيلو من جسيمة المنطقة لكي تنسيح. هذه أجهزة الاتصالات والأجهزة اللاسلكية عامرة مؤسسة صدى. شابني أنا قاعد أدور معرض الأسلحة جيتينا. هنا تقريبا كل شيء يخص أجهزة الاتصالات الإلكترونيات بشكل عام. شايفين الهواء، أجهزة الهوائيات هنا، كراسي وما كراسي، نفس الشيء هنا. هنا تجهيزات السيارات ما شاء الله. شوفوا هذه من شركة بي آر بي، شوفوا هنا التجهيزات اللي عليها، السعر ما شاء الله شامل الفريضة، بيت الدراجة العالمية. عينكم على السعر. هنا قسم تجهيز الكرفانات وسيارات الدفع الرباعي. ما شاء الله شوفوا كيف من داخل، شوفوا استغلال المساحة، أعطيكم زاوية واسعة عشان المشهد يكون أحسن. أفياش، ثلاجة، أدراج، مطبخ ما شاء الله. هنا نفسها بس على مساحة أصغر، ما هندرة. هذه المواصفات، هنا الباركود اللي يحتاج تواصل مع الشركة. شوفوا أصغر زي ما قلنا. هنا تجهيز مركبات الدفع الرباعي، بنجيها بس نخلص الكرفانات. هنا على مساحة أكبر كثير تريلر ما شاء الله تبارك الله. هذا كرفان. وهذا نفس الشيء، لوازم براري وكرفانات. هنا قسم تجهيز الدفع الرباعي
تجهيز الرحلات، شوفوا الباترو للفتك هنا مواطير والسحب، حبال السحب، أجهزة تابية الكفر والمعيار والأشياء هذه في الريك. شوفوا اللاند، شوفوا الوحش، شوفوا الوحش، ما شاء الله تبارك الله. شو رايكم؟ مين يفوز؟ هنا هذه السسبنشنات، معدات التعليق، نوابض، ممتصات صدمات، قصات. هذا الروبيكون او الرانجلر بشكل عام يعني غني عن التعريف وتحفه في مجال الدفع الرباعي والتعديل، لوع الشابو. سلام. الله يجزيك. هذه أحلى واحدة فيهم عشانها كلاسيك. عيونك والله الحلو. تسلم، الله يسعدك. ما شاء الله الشعالي اي في ضمان مدة سنتين، صيانة مجانية مدى الحياة. والله جميل شكلها، كلاسيك، جميلة جدا في الضياع. مزارع، سيارة يعني داخل كومباوندات. هنا ملاك الجمال، المجموعة العلمية المتقدمة، كامل تريتمنت، ما أعرف عناية بالجمال، ما أعرف إيش أدوية ولا إيش بالضبط، ما أدري. الأكسسوارات حادة وما حادة. هنا محل القوس، والله أول مرة أشوف، ما كنت أعرف إنه يبيعون أقواس سهام. المهم إنهم هنا يبيعونها. هذا فرنسي 1061. هنا قسم سيارات الأوفرود، هذه مشاركة من توكيلات الجزيرة، بولاريس فورد. هنا دراج باور ون من قطر، مشاركين بسيارتين، لاند كروزر بيك اب معدلة ما شاء الله لطلعات الأوفرود. هنا 4x4 سنتر، مركز 4x4، مشاركين بلاند كروزر 2022. والله تهوروا، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله. اولا تروزر شوفه معدل جيل جديد. هنا برونكو فورد كمسيرة، رانجلر، لا والله مو رانجلر، جلاديتر. ما شاء الله غصب تحب الدفع الرباعي، والله العظيم تجي هنا غصب تحب الدفع الرباعي. جيم سيرا ما شاء الله، باترول فتك، لاند كروزر 22، الوضع انه عليه سسبنشن وجنوط بس. هنا مركز برو فندر، مشاركين بالكوليكشن حقهم، عبارة عن اجهزة تعليق وجنوط من شركة كي ام سي. أجهزة التصفيح، الحماية، حماية المحركات، الدرع الصلب، حل الدرع الصلب. ما شاء الله حبيب الكل، تويوتا اف جي كروزر برضو من الدرع الصلب. شوفوا
الاشياء اللي قدموها يعني هنا منتصات صدمات وهذه ما اعرف ايش فائدتها تقفل هنا شوف التصفيح شيء جامد على مستوى ما شاء الله هذا تي ار دي تويوتا تندرا برضو عليه تجهيز او تجهيزات هنا عطور ومعطور هنا اسم السيارات الكلاسيك ما شاء الله تبارك الله طيب مكمل معاكم هنا شركة بولت عارضين كوليكشن شركة ان ما خاب ظني كويتية معروفة في مجال التعديل على يعني بالنسبة للقزوز بالذات القزوز اللي تكتم الصوت وتفتح جميلة جدا جميلة انا شفتها في على الامريكي على الماستنج ما ادري عاد السيارات الثانية كيف هنا عارضين برونكو هنا ما اعرف هذا محرك تقريبا الباترول توين توربو بريسيشن وتون واسكت او دبل واسكت ما شاء الله ما شاء الله هذا برد غير من بدران هذه معلومات اننا وصلنا نادي الصقور هذه معلومات عن الصقور 400 لان هي اسرع فصائل الصقور عده فصائل واشهرها الحر والوكر الشاهين والجيف الطعام الاخفن من الصقور الزواحف كالحمام والزواحف والقرارب هذه عمرها غالبا ما تعيش ما بين 20 و 25 عام والله تفاجات ما كنت اعرف هذه معلومات عنها هذه الاكسسوارات اللي عارضينها هنا هذه معلومات عن البراقة اللي يغطون فيها الصق هذه انواع البراقة اللي عارضينها توضع الشرابة بغرض تثبيت بردع الصقر ودفعه نحو الخلف وعند دفع الأمام وإزالة المشابك تمكن السقار من إزالة البرقع بسهولة هذه معلومات عن البرقع عن حزام الذقن هذا هو الحزام هذه حامل عين وبعده الدعامة هذه أدوات السقارين اللي يستخدمونها مع صقورهم تشريح الصقر هذه معلومات المهتمين تحتوي هذه المنطقة على أنشطة تفاعلية تساعد التعرف على تشريح الصقر عبر الأشعة السينية هذه معلومات اللي يحتاجها يود في الشاشة تشريح الصقر أنت قبل العمر جناحين الطير من أهم الأشياء وخاصة الريش اللي فوق هذا هو من أهم الأشياء اللي تخليه يتوازن في الجو وتساعد على الطيارة بسرعة عالية وانسيابية الهواء عندك يا طويل العمر أول ريشة هذه تسمى الأمواس أو الشفرات وعندك الريشة الثانية اللي هي النايف اللي تحتها اي نعم وعندك باقي الريش هذه تسمى الأطراف الأطراف اي نعم وبعدها نجي للذيل عندك الريشتين هذه اليمين واليسار هذه تسمى الكلاوي كلاوي اي نعم هذه يا طويل العمر تحكم في ان الطير يقدر يسقط بينه ويفتح هذا الجو اذا طار والثاني يتوسع اي نعم والثاني يا طويل العمر هو من اهم الاجزاء لانه هو يخلي يتحكم في الطير يرفع ونزول يلف يمين ويسار ومناورة اذا جاء يصير فريسته زي كذا يعطيك العافيه الله يهديك يعطيك العافيه هنا عبارة عن غرف كل غرفة للشخص
اللي رسم اللوحات اللي معروضة زي ما انتم شايفين هنا. هنا قسم التصوير الفوتوغرافي، انا من عشاق التصوير صراحة، فبرجيكم شوية ما شاء الله. وصلنا لجناح الأسلحة، هنا تجربة الرماية بالنسبة للأسلحة الهوائية، ميدان صعب. هنا سوق شعبي. طيب نروح يمين ولا يسار أول شيء؟ ضعنا نروح نصور. ما شاء الله تبارك الله من قسم الأسلحة معنا أول الغيث شركة سيكس أور 75 مسدس الجيش الأمريكي ضمان مدى الحياة وتأمين وثلاث أو أربع مخازن. شوفوا الزين ما شاء الله تبارك الله، على قولتهم مسدس القوات الخاصة 226 أكثر من نصها وجودة. كذا سمينا كذا 18 ناس. طيب واذا بغيت منه اثنين ثلاثة أربعة خمس قطع كل شخص. طيب هذه اثنين من هذا اثنين. ايش فرق ذاك؟ طيب هذا هنا السي زي اللي كنا عندهم كلاشنكوف الأمريكية، هذه شركة سي زي. ما شاء الله تبارك الله، ناخذ فرة سريعة. هذا الشادو هذا نفس الشيء شادو 2 بس بألوان ثانية. ما شاء الله كبير والله جميل. هل الرشاشات نص اوتوماتيكية سكوربيون ايفو 3 هنا قسم بنادق الصيد من سيزي.
هذا مشتت الذهب عشان يقلل الارتداد حقك، هذا مشتت الذهب يقلل الارتداد يعني يقلل الارتداد تقدر تركب ما صرت جاي ضمانها سنتين. الآن من جناح برق الرماي وكيل العلامات التجارية هذه اللي هنا بريت ستاتكو وغيرها، ندخل ونفرجيكم. تبارك الله، هذه نفس المقاسات، هذه نفس المقاسات، لا الحين ما جاء ولا صيانة. لا صار أكثر من غمد وشيء تقريبا صارنا هذا السادس معه هلا ما حدا جانا هداك تحليل يعني جانا قبل فترة وشاري وايد هذا ما شكله رامين من السيارة جاي عم بيقول مقصود جاي عم بيقول بس شكله رامين من السيارة هو عم بيمشي هذا الاكس وهذا مع الريد اللي هناك هنا من جناح برق الرماي الوكيل حصري لعلامة كلاشينكوف الروسية ما عندهم غير قطعتين معروضة البي ال كي هذا الجديد كوباك الجديد من كلاشينكوف طلع عام 2019 و 2020 وهذا السايكناي قصير وهذا الطويل نفس بعض فرق بسيط بينهم لا